الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخص بهذا المقطع طلبة الدراسات العليا، ماجستير أو دكتوراه بالاقتصاد أو ما شابه. نتحدث إن شاء الله في هذا المقطع عما يسمى المجموعات والدوال المقعرة والمحدبة، convex, concave set and functions. أرجو أن يكون فيه فائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. يحتاج طلبة الاقتصاد في الدراسات العليا كما ذكرت أن يتعرفوا يقينا على بعض الخواص الرياضياتية لفئة معينة من الدوال الاقتصادية، مثل دالة الإنتاج production function، منحنيات الكميات متساوية isoquant، ودالة المنفعة utility function، ومنحنيات السواء indifference curve. تعرف التوليف المقعرة convex combination من كميات ما، مهما كانت كميات أسعار، كمية إنتاج، كمية مبيعات وما شابه، إذا كما يلي طبعا. إذا كانت هناك نقطتان X و Y من مجموعة الأعداد الحقيقية، فإن توليف مقعرة منهما طبعا، من X و Y بالحالة، هي النقطة W، حيث الآن W تساوي لامدا في X، سنعرف لامدا بعد قليل، لامدا في X زائد 1 ناقص لامدا في Y، حيث لامدا هي من مجموعة الأعداد المحصورة بين 0 والواحد، أعلى من 0 لكنها أقل من 1 صحيح. مقصود الآن أنه لامدا تنحصر بين 0 والواحد، أعلى من 0 أقل من 1 صحيح. فإذا الآن لامدا مهما كانت قيمتها الآن، سأبين بمثال بسيط، فW تساوي لامدا في X النقطة الأولى زائد 1 ناقص لامدا في Y، حيث لامدا محصورة بالمجموعة 0 و1. مثال بالصورة، لنفترض بأن هناك مجموعة من الأعداد محصورة في الشكل الدائري التالي. هذا الآن الشكل الدائري لدينا الآن، طبعا R هي مجموعة الأعداد الحقيقية، نتحدث الآن هنا أعداد حقيقية. X هذه النقطة الأولى أو الكمية الأولى X، وعندي Y. إذا شبكنا الآن بين النقطتين X و Y بخط مستقيم، أوكي، هنا بتقول لي بأن W تقع في مكان ما في مسافة معينة بين X و Y. هذا الآن W تساوي لامدا في X زائد في طبعا زائد افتح قوس 1 ناقص لامدا في Y. على سبيل المثال هنا لو كانت لامدا تساوي 0.2 2 بالعشرة، فإن 1 ناقص لامدا يساوي 8 بالعشرة. ما يعني الآن بأن W تساوي 2 بالعشرة X زائد 8 بالعشرة Y. لنفترض بأن X تساوي 5 وY تساوي 12، فإن W بالحالة هاي، W هذه تساوي 2 بالعشرة في 5 زائد 8 بالعشرة مضروبة ب 12 تساوي 10 و 6 بالعشرة. يعني لو أنه كانت هذه 5 وهي 12، بتكون موقع W هنا قيمتها 10.6 بالعشرة. نتابع. يقال بأن المجموعة Z وهي من مجموعة الأعداد الحقيقية بأنها مجموعة مقعرة إذا احتوت كل التوليفات المقعرة لأي نقطتين مشمولة فيها. إذا يمكننا تصور طبعا هنا المجموعات مقعرة بيانا كما يأتي. المجموعة هاي الأولى، لنفترض بأن هاي المجموعة اللي هي الأولى أي نقطتين، المهم يعني المجموعة داخل هذا المستطيل أي نقطتين X و Y، هنا هاي X و Y إذا شبكنا بيناتهم ويعني لم تخرج القيمة خارج المجموعة، معنى ذلك بأن المجموعة بتكون مقعرة. لاحظوا للشكل هذا الأول، هذا الشكل الثاني، المجموعة الثانية أتت في دائرة أي نقطتين هنا X و Y، فهذا يعني بأن المجموعة اللي داخل هذه الدائرة مقعرة. المجموعة الثالثة أتت على شكل نصف دائرة أو هذا شكل بيضوي لكن مقطوع بالنصف، وبالتالي أي نقطتين داخل هذا الشكل من هنا إلى هنا مشبوكات، ما خرجت خارج الشكل، يعني بتكون مجموعة مقعرة. هاي المجموعة الرابعة على شكل مثلث، أي نقطتين داخل المثلث وشبكناهم مع بعض لم يخرجا خارج المجموعة، وبالتالي هذه مجموعة مقعرة. وأخيرا المجموعة الخامسة هذه على شكل سباعي 2 4 6، وهذا السابع 7 أضلاع، وبالتالي أي نقطتين داخل الشكل السباعي هذا بيقول لي أنه لم تخرج الكمية W، اللي هو يعني أي توليفة من هذول الثنتين X و Y، أي توليفة منهم حسب المقدار اللي بتقدر لامدا، فبالتالي بتكون مقعرة. لاحظوا لي هنا
نلاحظ بأن الخط المستقيم الذي يصل بين أي نقطتين يبقى داخل المجموعة. هنا بقي داخل المجموعة، هنا بقي داخل المجموعة، هنا بقي داخل المجموعة، وهنا كذلك وهنا كذلك. نتابع لنتعرض بالصور على المجموعة غير المقعرة، غير المقعرة لا المجموعة. ولاحظون الآن لنفترض بأن مجموعة الأعداد أو الكميات أتت في هذا الشكل الغريب هذا. إذا شبكنا الآن بين نقطتين، لاحظون الآن النقطة هذه والنقطة هذه، لكن خط المستقيم الذي شبكناه بين X و Y مثلا خرج، يعني كان خارج المجموعة، وبالتالي هذه المجموعة غير مقعرة. هذه الآن مجموعة ثانية، لاحظوا لي دائرة لكن ذهب ربعها، وبالتالي لو أنه كانت في نقطة هنا ونقطة هنا وشبكناها بطلع عند الخط المستقيم، لاحظوا لي هنا بين X و Y، إذن كانت خارج المجموعة المضللة. هاي هون المجموعة المضللة، هاي المجموعة المضللة، وبالتالي هذه مجموعة غير مقعرة. هذا الآن المجموعة الثالثة، لاحظوا لي هذه دائرة لكن في هناك ثقب في هذه الدائرة. لو بدي الآن أختار نقطة هنا في هذا الجزء ونقطة ثانية عند هذا الجزء في هذا الجزء وشبكت بيناتهم كما يلي، وبالتالي هذا الخط المستقيم خرج من الجزء يعني ولم يعني وبالتالي ما شبك رأسا يعني من خلال البيانات والكميات الموجودة داخل المنطقة الخضراء المضللة. إذن هذه مجموعة غير مقعرة. وأخيرا هذه الآن لاحظوا لي هذا السهم عندي المجموعة المضللة هي الأعداد، وبالتالي إذا شبكت بين النقطة هذه وهذه النقطة لاحظوا لي بتخرج الخط المستقيم يخرج من المجموعة، وبالتالي هذه المجموعة غير مقعرة. إذن هذا مفهوم المجموعات المقعرة وغير المقعرة. نلاحظ بأن الخط المستقيم الذي يصل بين أي نقطتين لا يبقى داخل المجموعة. هنا لم يبقى داخل المجموعة، لم يبقى هنا بالجزء هذا، بهذا الجزء الأبيض، هنا كذلك الأمر في الجزء الأبيض. هنا نتابع لننظر إلى تقاطع intersection الآن مجموعتين، تقاطع مجموعتين من المجموعة المقعرة. عفوا، تقول النظري بأن تقاطع مجموعتين مقعرتين ينتج مجموعة مقعرة كما يأتي. هذه التقاطع الآن لاحظوا لي هذه المجموعة الأولى S، وهنا الآن في عندي مجموعة أخرى. لما يتقاطعوا بنتج المنطقة المضللة هاي، بما أنها مقعرة وبالتالي النتيجة بتكون مجموعة مقعرة. إذن هنا مجموعة مقعرة. التقاطع الثاني، هنا نفترض بأن المجموعة أتت في هذا الشكل غير المنتظم، لاحظوا لي هنا يعني بمعنى آخر أنه ليس مستقيمات، وبالتالي هنا لنفترض المجموعة الأولى S1 S2، بما أنه S2 هي منطقة التقاطع بيناتهم، وبالتالي بتكون المجموعة كلياتها الآن S1 أو S2 مقعرة، وهذه مقعرة S1 أو S2. هذا الآن المجموعة الثالثة S1، هنا الآن لاحظوا لي على شكل مستطيل S2، وبالتالي المنطقة المضللة هنا، المضللة هنا فقط، هنا المضللة، هنا المضللة، هنا المضللة، هي بتقول لي الآن مجموعة مقعرة. هذه مهم جدا أن تذكرها أحبتي، تقاطع المجموعات المقعرة ينتج مجموعة مقعرة، هاي النتيجة. نتابع، لا ينتج اتحاد مجموعتين اللي هي يونيون مجموعتين مقعرتين مجموعة مقعرة في كل الحالات، كما في المثالين الآتيين. هذا الآن عندي هذه المجموعة S1 اللي هي مقعرة، وهذه الآن مجموعة مقعرة ثانية. الاتحاد هنا بسيط جدا ينتج مجموعة مقعرة، لكن الاتحاد هنا لاحظوا لي إذا اتحدنا بيكون بالحالة هاي المجموعة هاي المضللة زائد مضللة هنا زائد هذه، هذه الآن الاتحاد مجموعة غير مقعرة في هذه الحالة، في هذه الحالة. إذن هنا ليس كل المجموعات المتحدة تنتج مجموعة مقعرة. في حالة المجموعات اللي هي الانترسكشن أو التقاطع بيناتها تنتج مجموعات مقعرة، لكن ليس كل حالات الاتحاد تنتج مجموعات مقعرة. نتابع التطبيقات الاقتصادية، يعني لماذا نحتاج معرفة المجموعات والدوال المقعرة المحدبة. لنفترض بأن المجموعة زي مقعرة وهي من مجموعة الأعداد الحقيقية R، ما يعني بأن الدالة الآن هذه f(x) اللي هي زي، هذه تكون دالة مقعرة إذا تحقق الشرط الآتي لأي نقطتين x1 و x2، حيث الآن f of لامدا في x1 زائد 1 في ناقص لامدا في x2 يجب أن تكون أقل من أو تساوي لامدا في x f of x1
زائد واحد في ناقص، وطبعا واحد ناقص لامدا في اف اوف اكس 2 حيث لامدا محصوره بين الصفر والواحد. يعني الان اذا اخذت قيمه الداله عند لامدا زائد اكس 1 زائد 1 ناقص لامدا في اكس 2 يجب ان تكون اقل من او تساوي لامدا لوحدها مضروبه بالداله عند اكس 1 معرفه زائد 1 ناقص لامدا في عند الداله المعرفه عند اكس 2. التوضيح البياني هنا الان توضيح البياني على المحور الافقي اكسز والاف اوف اكس على المحور العمودي. هذا الان لنفترض هي اف اوف اكس، هذه لنفترض انه اخترنا نقطتين، هذه النقطه الاولى واللي هي عند الكمية x1 يعني f of x1 هنا، طبعا x1 بتكون على المحور الأفقي، f of x1 على المحور العمودي، واخترنا النقطة الثانية هنا هذا. إذا شبكنا بيناتهم بخط مستقيم، هذا الخط المستقيم بتقول لي أنه يجب أن تكون كل النقاط تحت الخط المستقيم فوق الدالة، فوق قيمة الدالة بين النقطتين، أي الآن هذا الآن الخط المنحنى السميك الأحمر. بمعنى آخر لاحظوا لي بأن النقاط كلها التي أتت بالتوليف الخطية بين f of x1 و f of x2 كلها أتت فوق الدالة بين الجزء هذا الجزء هذا. إذا هنا الخط لاحظوا لي كلها، خلينا نفرض أنه هذا الحبل، هذا الحبل أتى فوق هذا الجسر، نفرض أنه عفوا الجسر هذا فوق هذا الحبل أو شو ما كان تخيلتها. إذا هذا تعريف الآن الدالة المقعرة، أوكي convex function. نيجي على الآن تطبيقات اقتصادية، لنفترض بأن المجموعة زي مقعرة وهي من مجموعة الأعداد الحقيقية R، ما يعني بأن الدالة هذه الـ F of X Z نعيدها لكن الآن تكون دالة محددة كونكيف إذا تحقق الشرط الآتي لأي نقطتين X1 X2، حيث الآن F of لامدا في X1 زائد 1 في ناقص لامدا في X2 بتكون أكبر من أو تساوي، ليس أقل، قبل قليل أرجع لها لاحظوا لي هاي أقل من أو تساوي، أما الآن هنا أكبر من أو تساوي لامدا في F أوب X1 زائد 1 في ناقص لامدا في F أوب X2 حيث لامدا محصورة بين الصفر والواحد. كيف التمثيل البياني التوضيح البياني يكون كمالي. هاي الآن على المحور الأفقي أكسز الآن والF أوب X على المحور العمودي، نفترض بأن الدالة شكلها هكذا، اخترنا نقطتين، النقطة الأولى هنا والنقطة الثانية هنا اللي هي F أوب X1 هنا F أوب X2، شبكنا بيناتهم بخط مستقيم. لاحظوا لي الآن بتقول كل النقاط اللي على الخط المستقيم الأزرق هذا أتت تحت الدالة، هاي الآن تحت الدالة، ما يعني الآن لاحظوا لي كلها أدنى منها، عفوا نرجع لها أدنى منها، معنى ذلك بأن هذه الدالة f of x بالحالة هاي هي دالة محددة بconcave function. concave أصلا باللغة اللاتينية concave، كيف مغارة أو كهف، فلاحظوا لي شكلها كي يعني كهف محدبة. نتابع التطبيقات الاقتصادية، هذه الآن مدخلات الإنتاج، نفترض هنا كمية الإنتاج، دالة الإنتاج، هذه هي دالة الإنتاج، بتقول لي بالحالة هاي التطبيق الاقتصادي يجب أن تكون دالة الإنتاج دالة محدبة. شو المقصود فيها؟ أنه مهما كانت مدخلات الإنتاج يجب أن يزيد أو أنه يعني زيادة خفيفة، المقصود بها هنا دالة إنتاج محدبة، أي توليفة خطية، أي توليفة خطية من النقاط اللي جاية بين نقطة هذه النقطة هذه نقطة هاي أو أي أخرى يجب أن تكون تحت المنحنى، وبالتالي هذه دالة محدبة. يعني من خواص دالة الإنتاج التي نتعامل معها بدراسات العليا يجب أن تكون دالة محدبة concave function. هاي الآن مثال ثاني، مدخل الإنتاج الأول هنا وهنا مدخل الإنتاج الثاني، هاي الآيسو كوست، هذا الآيسو كوست اللي هو منحنى التكاليف المتساوية. إذا اخترنا أي توليفة بين نقطتين هذه النقطة وهذه النقطة بتقول لي أنه مجموعة التكاليف المتساوية مقعرة، آيسو كوست بكون مقعرة. أما الآن هذه كذلك الأمر اللي هي آيسو كوانت، هذه الآيسو كوانت بتكون كذلك الأمر مقعرة، لاحظوا لي مقعرة. آخر مثال هنا عن منحنى الطلب، كمية السلعة هون أسعار السلع، كمية السلعة وسعر السلعة، هذا المنحنى منحنى الطلب وهذا منحنى الطلب الثاني، هذا مستقيم وهذا منحنى شوية، هون بتقول لي منحنى الطلب دالة مقعرة. مهم جدا، لا يمكن يعني هسه سأضرب أمثلة مخالفة لهاي حيث لا تكون الدوال محدبة أو مقعرة، بتكون مخالفة للمنطق الاقتصادي
أصلا ولا يأخذ بها الاقتصاديون ولا الرياضيون أو الرياضياتيون. نتابع مخالفات في المنطقة الاقتصادية. نفترض أن الآن مدخلات الإنتاج هذه وكمية الإنتاج هنا وكانت دالة إنتاجها هكذا. بتقول لي هون دالة إنتاج غير منطقية، لأنه كل ما زدنا مدخلات الإنتاج مرة الإنتاج بيرتفع ثم ينخفض ثم يرتفع ثم ينخفض، وهذه دالة غير منطقية لا يتعامل بها الاقتصاديون ولا علماء الاقتصاد. هنا مثال آخر، مدخل الإنتاج هنا وعندي مدخل الإنتاج يعني الأول، خلينا نقول ليبر، هون كابيتال، هاي الآيسو كوست. مستحيل يكون إشي والله كل ما زدت أنت بنخفض الكلفة، مستحيل، يعني هذا يخالف المنطق الاقتصادي. كذلك الأمر بالنسبة هون مجموعة التكلفة المساوية غير منطقية بهذه الحالة. كذلك الأمر الآن الآيسو كوانت هذه بتقول لي إنه مجموعة الكميات المساوية غير منطقية. كذلك الأمر إنه كل ما زدنا كمية الإنتاج نحصل على كميات مختلفة من الإنتاج وهو مخالف للمنطق. وأخيرا لا يمكن إذا كانت هاي كمية سرعة وهذا السعر هي بمنحنى منحنى طلب، يعني لا يمكن أن يكون منحنى الطلب كما يلي. هنا الآن سالب ثم يأخذ بالصعود، مستحيل، فهي بالتالي مخالف للمنطق الاقتصادي. ومن هنا من الضرورة جدا أن نتعرف من المقصود الآن المجموعات والدول المقعرة المحددة حتى نتمكن من فهم المنطق الاقتصادي وراء افتراض بأن دالة الإنتاج أو دالة التكاليف أو دالة المنفعة أو دالة الطلب تأخذ شكل محدد يفهم، يعني يتعرف على الاقتصاديون كيف يتعاملوا معه. أخيرا الآن هذا طبعا منحنى الطلب غير منطقي. أخيرا التطبيقات الاقتصادية، هنا الآن X و Y، لاحظوا إذا كان عندي X و F of X، هنا إذا كان شكل الدالة هكذا فإن الآن أي نقطتين من هنا من هنا شبكناهم مع بعض بكون عندي منحنى دالة محدد، بيكون كيف فانكشن، لاحظوا شكلها مثل كهف. وهنا الآن دالة مقعرة لأنه كانت الآن كل النقاط تحت هذا الكورد، هنا النقاط فوقها، هي مسميها دالة مقعرة convex function. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، خاصة طلبة الدراسات العليا بالاقتصاد والتمويل إلى حد ما. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.